الاجتماع الثاني ناقشنا اشكاليه ديال الفيضانات والامر المولوي باش تخصص واحد الدعم ديال 2 مليار و500 مليون ديال الدهم، وان البرامج غادي تجي يعني من الميدان من عند لي زوتوريتي وعند الاخوان اللي هما في الميدان، وغادي يمشيو لواحد الصندوق اللي هو الصندوق ديال الكوارث الطبيعيه، وغادي يعاودوا يرجعوا باش يتفاعلوا يعني في الميدان. كذلك انه بامر سامي ديال صاحب جلالة الله ينصرو غادي تعطى امكانيات الناس اللي عندهم اما الهدم ديال المنازل ديالهم كليا، غادي تعطاهم 140 ألف درهم، والناس اللي عندهم اصلاحات اللي خصها تكون غادي تعطاهم تقريبا 81 ألف درهم باش يمكن يتعاونوا في واحد العدد ديال المنازل اللي هي يعني محسوبه الان ومعروفه وكاينه عند يعني المسؤولين لا على المستوى الترابي ولا على المستوى الوطني. اذا كلها مشاريع ديال العنايه الكبيره ديال سيدنا الله ينصرو لهذه المناطق اللي هي متضرره.